أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اتفاقية فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة بين جميع الشركات الست المقدمة للخدمة. وستمكن الاتفاقية حمود شركات الاتصالات الست من فتح المجال بين بعضها وإتاحة استخدام البنية التحتية للنطاق العريض الثابت التابعة لمختلف الشركات وخدمة المستفيدين من خلالها. المزيد في سياق تقرير الزميل خلف الخلف. إطلاق الاتفاقية بشأنها فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة بين جميع الشركات الست المقدمة للخدمة من أجل الاستفادة القصوى من البنية التحتية الضخمة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية. نضمن أن هذه الاتفاقية تحافظ على التنافسية، تحافظ على حقوق العميل، تحافظ أيضا على حقوق الشركات بينها بين بعض، لأن في نهاية المطاف هي اتفاقية بين الشركات، الأصل أنها تتفق من بينهم والهيئة تشرف عليها وتراقبها وتراعيها. تجمع لكل شركات الاتصالات يثمر عن تقديم الخدمات في جميع أنحاء المملكة بغض النظر عن مالك البنية التحتية، الأمر الذي سيمكن المستفيدين من اختيار الشركة المقدمة لخدمة الاتصالات عبر الألياف الضوئية دون حصره على شركة بعينها. الآن مدام عندك فايبر أوبتكس واصل البيت أو شبكة الألياف الضوئية وصلت عندك البيت، انتهت يعني المعاناة. بإمكانك أنت كعميل تشترك في مقدم الخدمة ألف، ما جازتك الخدمة، الجودة ما هي مناسبة، الباقة وسعرها ما مناسب، تنتقل مقدم الخدمة باء أو جيم وهكذا. سينعم المستفيدون من فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة بين جميع الشركات الست مالكة البنية التحتية خلال 90 يوما من توقيع الاتفاقية. خلف الخلف، MBC الرياض.